اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن انتم من اجواء الفيلم تقدروا تحسوا المستوى الفني، يعني من التريلر تقدر تحس قد ايه الفيلم ده فيه فنيات عاليه جدا، سواء على مستوى الاخراج، على مستوى الممثلين انفسهم وادائهم، على مستوى الاضاءه. الحقيقه شغل رفيع المستوى، وبرحب بنجم هذا العمل الفنان خالد الصاوي. اهلا بيك يا خالد، اهلا بيك يا منور استاذ، استوديو اخر ربنا النهارده. يخليك، اهلا بيك. بص انا ايه، هاجي معاك في الصريح. اتفضل. بعض الناس اللي كانوا موجودين في قاعه العرض فضلوا مستنيين انه ايه، انه في عقده هتتحل في الاخر، هيفهموا الاصليين دول مين. حسيت انه الفيلم تقيل على بعض الفئات، يعني ما هواش الفيلم بتاع انه شباك التذاكر، بقى فيلم فني رفيع، الناس دي داخله لمزاج فني عالي جدا راحه بيه مهرجان. ده الاحساس اللي ساد عند بعض الناس اللي كانوا موجودين في قاعه العرض. رايك ايه؟ طب تسمح لي اقول بس مقدمه صغيره جدا كده الاول، يعني اتفضل. امسي على الناس واشكرهم جدا على الاستجابه السريعه، لان احنا قلنا على صفحه اخ نار، على صفحه نار لقيت استجابه يعني رائعه الحمد لله. وزكريا عصام اديني اهو، انا قلت اسمك عشان انت قلت عايز واحد قال واحد قال يا ريت تقول اسمي. ببارك لاول الثانويه العامه، وطبعا بحييكم على التغطيه الهائله اللي عملتوها واسئلتك حوالين المدارس الخصوصيه هجيلك انا في الشأن العام هسألك دلوقتي. هسألك بقول الناس كل سنه وانتم طيبين بمناسبه الاعياد، وفي نفس الوقت بعزيهم في كل الشهداء الابطال من الجيش ومن الشرطه ومن الشهداء المسيحيين اللي قتلوا غدرا وغيله، وبرجو اذا كان في محبوسين ان هو برجو من القضاء ان هو يعني يسرع اجراءات عرضهم، عشان احنا مش عايزين يبقى عندنا ناس معتقلين، وبرجو حتى اذا كان هم ما عندناش معتقلين كلهم على ذمة يعني انا 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 نفسي ان هو بس العدل يتحقق بشكل الممكن في الظروف اللي احنا فيها، حتى اذا كانوا على ذمه محاكمات عسكريه فبرجو من القضاء العسكري التشهير بتقديمهم للمحاكمات. احنا عندنا لجنه للعفو الرئاسي ممتازه بصراحه، شغاله كويس جدا، بتاعت الدكتور اسامه الغزالي. احنا عايزين يبقى ماشيين مظبوط على قد ما نقدر، طبعا. وعايزين مش عشان واقفين ضد الارهاب وبنقتله ان احنا نروح ناس في رجلين، مع فهمنا ان هو انت في حرب دروس، و يعني اللي بيحصل برضه احب اقول للناس ان هو يعني اتصور ان احنا لو كنا في هنيجي للشأن العام وكل حاجه، بس هجي لك انا مقدمه كانت انا بالنسبه لي كانت مهمه. وغير بقى اول الثانويه العامه، انا بحيي قوي الناس بتاعت 70% و60% اللي زي حالاتي دول، عشان دول والناس اللي رجعوا على الحروب. ايوه بس تعبوا بعد كده، المهارات بقى اللي بتفرق. اخر حاجه بحب بس ان انا امسي على كل اخواننا السوريين اللي موجودين في مصر، وارجو دلوقتي ان هم يكونوا حاسوا ان مفيش اي يعني فارق بينهم وبين المصريين. ويا جماعه مصريين اخوان اخواني واولاد بلدي، خلوا بالكم السوريين دول هم الرئه الثانيه زي الرئه الاولى لمصر، هو دول اللي حاربنا مع بعض مش بس في اكتوبر، ده من ايام الصليبيين وما قبلها، فدول اخواتنا وانا بحييهم وبرحب بيهم. انا اولا مبسوط انك عندك مخزون من المواقف عايز تعلنها مره واحده، يعني دي حاجه قبل ما انسى حاجه جميله. قبل ما الكلام ياخدنا اسمه عشان ايه اللي انت قلت اسمه؟ زكريا عصام؟ زكريا عصام. اديني قلت اسمه مرتين. يا حظك يا زكريا. ده كان كاتب لك على كان كاتب انت ناشط على فكره، شغال انت كويس في وبتهاجم ناس وبتعرض مشاكل وحاجات زي كده على السوشيال ميديا. انا بالنسبه لي يعني انفراجه غير عاديه، انا راجل قعدت سنين بكتب ومش عارف انشر. ولما وبعدين انا نشرت كتير بس ما حدش بيقرا لك. خالد الصاوي مش عارف ينشر ولا قبل ما تبقى خالد الصاوي؟ قبل ما ابقى الممثل المعروف يعني. في فتره طويله جدا كنت نشرت كتير. بس بتنشر على حسابك بقى وبتنشر حاجات بسيطه فطبعا انك انت امكانيه التواصل مع ناس كتير دي حاجه، دي نعمه يعني شافها الجيل ده. انا بقول له استمتع بيها واستفيد منها، مش بس انك تقول رايك وبطل بقى الناس اللي هي ايه احنا زينا من السوشيال ميديا ومش عايزين. لا ده كده بالظبط كاني هاخد منك الموبايل. حاول كده تفتكر قبل الموبايل كنت عايش ازاي. الحياه بتبقى نكد. طيب هرجع تاني لسؤالي في الفيلم. انه بعض الناس شافت انه تقيل مش شعبي. بص يزعلك يعني الكلمه دي ولا لا؟ بص انا عايز اقول لك بس حاجه، اقول لك على تصنيفي الشخصي. ليه من هو بطل كل من الوسائط الاتيه؟
المسلسل التلفزيوني مهما كان ابطاله وعلى عينه وعلى راسه نجومه بطله الاول هو الكتابه. المسلسل التلفزيوني الدراما البطل الاول هو التلفزيون. هيعالج 30 حلقه دلوقتي 60 و90 و200 وبتاع ازاي؟ لازم يبقى ده البطل الاول. تمام. في المسرح البطل الحقيقي هو الممثل اللي هو ممكن جدا يرتجل النص كله. في السينما البطل الحقيقي هو المخرج. المخرج ده تقديري انا الشخصي. يعني بتلون الافلام بلون مخرجيها. افلام مروان حامد، وانا يعني اسمعوا لي اقول الاستاذ مروان حامد رغم صغر سنه لانه الا مبدع فعلا مبدع وبيذاكر كويس جدا وبينقي الطاقم العمل بعنايه والناس كلها بتدي احسن ما عندها في ظل وجود كوندكتور او مايسترو جيد جدا زي مروان. مروان في كل تجربه من التجارب انا اشتغلت معاه في كذا تجربه وده كان من حسن حظي يعني وشفت كويس قوي بالذات بقى كمان مع احمد مراد لان دي يعني طبعا حاسس ان هما يعني كابل محترم جدا جدا. مفيش بحث عن انه مفيش لهاث وراء الشباك وفي نفس الوقت مفيش انكار لاهميه الشباك. لكن هو بالظبط عايز يعرض لك عالم كل مرة عالم مختلف والعالم اللي هو المختلف اللي هو اللي بيعرضه ده بيدي فيه كل طاقته وبيدي فيه طاقة كل زملائه اللي بيشتغلوا تحت قيادته. لا في لهاث وراء الشباك ولا في إنكار لوجود الشباك. فأحيانا بتضرب جامد وأحيانا ما تضربش فوريا لكن مع الوقت زي ما بنقول دايما بيصح الصحيح دائما ولا يصح الا الصحيح. البصمه بتبان فنيا. بالظبط كده بالظبط كده. فانا يعني انا فاهم مروان اظن يعني ان انا فاهم مروان كويس ان هو حتى يعني هو مش هيتهز بسهوله لو انت قلت له مثلا فيلمك ما عملش حاجه في اول اسبوع او فيلمك عمل حاجه كويسه قوي في اول اسبوع او الناس اقبلت عليه في اول اسبوع او مش هو اللي ماشي ورا العداد وبيحسبه. انما على اللونج ران او على المدى الطويل بيعرف اذا كان الفيلم اثر ولا لا. طب هنا في صح وغلط يا خالد، يعني مثلا لما نقول انت قلت كلمه متوازنه جدا، لا مفيش نكران للشباك ومفيش لهاث ورا الشباك، بس مش هل الشباك ده يعني هو معيار مهم برضو في معايير النجاح ان ممكن الفيلم يطلع بعمل عمل فني جيد وقوي وفي نفس الوقت الجماهير بتقبل عليه. بالظبط. بس يعني بس هل وانتوا بتفكروا معلش يعني هكمل دي مثلا هل واحنا بنفكر هل ممكن يقول لا انا مش عاجبني خالص بقى منطق الشباك بقى والحاجات دي يقول لك جاب كام وما جابش كام انا هعمل حاجه للسينما مش بقول على مروان انا بتكلم هنا عموما ولا انا ليا في الطريقه دي خالص. طب انت حاسس ان ده فيلم شباك؟ انا حاسس ان اللحظه اللي احنا فيها متجاوزه شويه المفاهيم القديمة. يعني ايه الشباك عنصر مهم دايما، لكن من كام سنة كنت تقدر تقول ان الفيلم الفلاني هيبقى فيلم شباك لانه هينادي الجمهور الفلاني. النهاردة كل فيلم بينادي جمهوره. لو اتسعت القاعدة بتاعت السينمات بتاعتك وهيتسع بالتالي عدد المشاهدين للافلام السينمائية وحينادي كل نوع جمهوره. لو انت بقى عندك الاف من دور العرض حتى البسيطه الصغيره مش عارف ايه هيبقى عندك الاف من الافكار الجديده وهتلاقي افلام غريبه جدا. وده باين قوي مع الانترنت دلوقتي ومع تجارب الشباب. يعني لو احنا بص هي الفكره في ايه؟ هل احنا كان يمكن ان احنا نقيس مثلا طب عبد الحليم حافظ لما يطلع في الاول لما ما ينجحش في الاول ويضرب بالطماطم والكلام ده هل ده معناه انه هل ينفع ان احنا كنا نستنى من ام كلثوم وهي جايه تغير الغنى كله يعني كل الغنى اللي كان سائد وقتها قررت هي انها هتغني غنى تاني او محمد عبد الوهاب وهو جاي هو مقتنع ان هو بيتواصل مع سيد درويش وبيكمل وغيره بيقول له لا ده انت قطع معاه وانت كده رايح للغرب مدرسه تانية. الناس اللي بتبني ما بتتعاملش معامله اللي بالنقطه يعني فالنقطه سخنه جامده ايوه يا سلام هو ده جميل جدا لكن اللي بيبني ما بيتعاملش كده. يوسف شاهين ما بيتعاملش كده في اول افلام بينور بس ما بيبداش ياخد
المسار العظمه بتاعته دي، العظمه لله، بس يعني ما بياخدش ده الا بعد فيلم واثنين وثلاثه، وبعد ما بيبقى فيه مصداقيه. صحيح. انا شايف المصداقيه دي موجوده عند مروان حامد، شايفها موجوده عند الطاقم العمل اللي اشتغل معاه، شايفها موجوده عند احمد مراد. مش مشكله ان احنا ننجح ببطء، المهم ان احنا في الاخر نصيب الهدف في قلب المتفرج. حلو. تقول ايه بقى اللي مثلا مشاهد قاعد في قاعه العرض وهو خارج من قاعه السينما قال هم الاصليين طلعوا مين؟ يعني هم مين الاصليين؟ هل دول اجهزه امنيه؟ هل دي حكومه؟ هل دي تنظيم سري؟ هل دي يعني تاه منك؟ والله هو ممكن جدا يبقى اقول له انت ممكن تبقى وصلت لحافه الموضوع اللي هو اللي بيتكلم فيه مروان وبيتكلم فيه احمد مراد، ومش بالضروره انك انت تفتكر ان انت اللي معلوماتك قليله او انت اللي وعيك قليل. انت ممكن تبقى شفت الموضوع لغايه الحفل، ممكن ما انتش مقتنع قوي بده، ثق في نفسك. يعني تسيبه هو برضه اللي يقرر. طبعا طبعا. اذا كان برنر شو بيقول لك اذا الكتاب مش عاجبك ارميه. يعني ما قالكش لا يجب ان تاخذ هذه العشر كتب في فاهم في الوريد، هذه العشر كتب اساسيه هي اللي هتحل لك الموضوع. مع ان هو كان غير ان هو اديب وله دور كناشط ثقافي، ان هو بيقول لك ازاي تقرا وايه، وهؤلاء علموني يعني، وهؤلاء مش عارف ايه، واللي خد عنه الفكره دي سلامه موسى مثلا عندنا وبتاع. الناس دي لما بتيجي تقول لك اقرا ما بتبداش معاك انت خلي بالك انت ما بتفهمش، انا جاي اقول لك المفيد. يبقى انت كده مش بتدور على بنيه الانسان الحقيقي، لازم تديله ثقه في الاول. اللي انت ما اقتنعتش بيه في الفيلم من حقك. مش هقول لك شوفه تاني عشان انت وحش والفيلم كويس، لا. هقول لك حس زي ما انت عايز. حس زي ما انت عايز، واذا كان الفيلم اثار انتباهك واثار شهيتك انك تشوفه تاني شوفه يا عم تاني. ما اثارش شهيتك انك تشوفه تاني ما تشوفوش يا عم تاني. فاهم قصدي؟ انت حر. ومن حقك انك انت ما عجبكش الفيلم اللي خالد عمله او اللي اي حد عمله. طب انت لما جالك النص، يعني احكي لي يعني عايز الاجواء بتاعت قبول هذا العمل، انت حسيت ان الاصليين دول يعني، قول لي المورال اللي انت حسيته من الفيلم. هو كان في جمله كانت مهمه قوي قالها لي مروان واحنا بنتقابل في الاول، بقول له انت يعني عايز تعلم عند مين بالظبط يعني؟ يعني السؤال ده كان عندك انت عشان كمان. عشان كده سؤال مشروع. ايوه طبعا. عشان بقول لك كده انا عايز بقى المشاهدين اللي كانوا في قاعه العرض معانا يا زكريا عصام ما تقلقش. ما تقلقش. انت سالت سؤال لك الحق فيه. على فكره احنا بنشتغل علشان نقدم خدمه فنيه. صحيح ما نقدرش اقول لك، ما اقدرش اقول لك انا بشتغل طبقا للاوردرات اللي انت هتقولها لي، لكن انا ما بخرجش بعيد عن همومك كمواطن كابن بلدي وكانسان عموما. فانا سالته قلت له انت يعني رايح فين بالظبط؟ عايز افهم. لان هو ممكن هو جالك هو واحمد ولا جالك لوحده؟ لا كلمني في الاول. وبعدين قال لي، وكنا وقتها بنحضر لتراب الماس ليهم هما الاثنين برضه، وبعدين اتاجلت التجربه تراب الماس وبقى المشروع ده الاول. المشروع ده اول عمل يكتبه احمد مراد للسينما ومشاطه مش على الروايه. تمام. فقال لي انا مش بحدد جهه بعينها. قلت له يعني مش هلاقي في النص جهات كده يعني اشاره ليها وبتاع، لان انا ما بحبش قوي الحاجات دي. يعني عايز تخبط، هتبقى هتعمل نوع من جانر مختلف، هتعمل نوع مختلف فيلم سياسي ويتمنع بقى ونطلع نعمل مزارع عشان الفيلم اتمنع قصه ثانيه. تمام. انما هل انت، قال لي لا انا مش في ده خالص. بس هو في الحقيقه انا اللي حسيته ان هو بيتكلم اكتر على الانسان في العصر السلعي ده. الانسان اللي ده لدرجه يا راجل لما بيكلم البيتزا ده يعني للدرجه دي انت متستف، ها؟ معروف مرتبك ومعروف حاجتك والحاجه مرتبك هتاخده هتشتري ده وهتدفع الاقساط. الحياه ماشيه في دولاب. ومهما استسلمت للحياه مثلا في نموذج الموظف ماجد ممكن الدنيا تعصف بيك مهما انت كنت مسالم. مهما هي دي النقطه. انه مهما كنت انت بتعتقد انك انت انسان مسالم وماشي جنب الحيط، ثق
انك انت دائما في السوق الراسمالي ده او في السوق داخل الدايره بقى هتتخبط هتتخبط على عفريت قفص الفراخ اللي بقول له مروان انت ايه اللي شدك في الحكايه بالظبط الداجن ده القفص الدواجن اللي السور اللي ملوش باب اصلا او المزرعه اللي ملهاش سور قال لي هو انت مش ملاحظ ان احنا حصل ثوره وثوره ثانيه وحصل بتاع مش عارف ايه والبلد ماشيه قلت هل في جهه يعني طب وانا شايف انها مشيه يعني البلد بغض النظر قال لي ما اعرفش انا بسالك انت مش شايف يعني انها غريبه شويه يعني ان هو تبقى ماشيه كده فقال لي انا من هنا خدنا الخيط لكن مش بالضروره ان احنا نبقى بنشير الى ان هناك اجهزه لا بس الفكره بس انت شاورت طريفة. يعني في التليفون الفكرة طريفة. التليفون اللي جه لماجد نو كولر ثم هذا الشخص الغريب اللي قبله اللي هو سيادتك اللي هو بالبدلة والعباية يعني برضو ايه دخلوا في طقوس كلها مرتبكة ثم طلب منه يراقب حد فهموا انه متراقب وطلب منه يراقب حد بس ده على فكرة مش ببلدنا بس خلي بالك النهاردة ان هم اكتشفوا مش بتكلم انا مش قضية بلدنا او مش بلدنا بس انا بربط الحاجات جنب بعض مش في العصر ده الاخير مش في العصر ده انت اكتشفت ان هو مش 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 بقى مارك زوكربيرج في فيسبوك بيراقبنا يعني عادي مفيش حاجه ده انت من ايام دعاة الديمقراطيه والحريه ما ما ما, ما, ما فضيحه ووترجيت وبتاع كله بيتلصص على بعضه وكله بيتجسس على بعضه لكن في فرق كمان ان في اجهزه ممكن ابقى انا في اوقات معينه انا مضطر ان انا يعني انت النهارده بالتاكيد هيبقى في البلد دي كسر القواعد بالتاكيد عشان تعرف الارهابي قبل ما يفجر مثلا صحيح للقواعد القانونيه تقصد القواعد اللي هي او ان انت لازم يعني عندك مهارات معاك عشان ازاي بتتلصص عليا عشان تعرف مكالماتي لكن النهارده وارد جدا ان انا اقول انت بتتلصص عليا عشان تعرف مكالماتي ولا لا عشان انت ممكن تكون بتتخابر لما اجي افكر النهارده هل ده ولا الدم اللي بينزل في الشوارع فيعني بالتاكيد الاسهل التاني حط نفسك مكان ايوه بس الفيلم برضو ما ليش كده عشان هو مش دي قضيته هي دي الفكره هو انا عايز اعرف ليه هو ساب كل حاجه بقى وراح اعتزل الدنيا يعني نوع من الرغبه في الحريه يعني نوع من الرغبه في مش الحريه بس في البحث عن 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 هويتك عن ذاتيتك عن انا مش عايز ابقى شخص بتحركه الاقساط ومراته اللي متحكمه فيه ومراته مش يعني طبعا مراته هي اضعف الحلقات في الحقيقه عشان برضه ما تجيش على الستات قوي لان هو يعني هم غلابه برضه يعني في المنظومه اللي احنا فيها يعني ما تاخدش حاجه تضاف جيبها بس استنزفته بس بتتحول غصب عنها الى اداه للضغط عليك الضغط عليك الضغط فما بين ادوات ضغط وادوات كبت وادوات قمع وبتاع احيانا بتحس انك انت عايز تهج يعني طب انت كل واحد بيدخل عمل فني انت بقى انا مثلا ممكن ادخل تصار لدي تساؤلات بحكم مثلا كوني صحفي هو هل الفيلم ده انتوا مش دافعين الكهرباء عشان التكييف ولا انتوا مش التكييف يا جماعه ولا خايفين عليا انا الراجل انصهر مننا يا جماعه هيزودوه حالا حتى التكييف يمشي شويه الحاجات الثانيه لا هم شافوني الظاهر عندي شويه برد فقال لك فانت بس بقى بدخل فيلم بفرح او بحزن او بفكر او بكتئب او بستدعي قصه من تاريخ حياتي كل اي انسان بيخش السينما ده دورها انا نادو انا خارج ما بقتش عارف هو اصنفه سياسه هل هو عن المؤسسات هل هو عن كل افلام مروان حتى كده بص كل افلام مروان سواء اللي انا اشتغلت فيها او لا يعني انا ما اشتغلتش في ابراهيم الابيض انما تقريبا كل افلامه الثانيه اشتغلت فيها واشتغلنا كمان في اعلان بس يعني يعني انا بحب الشغل مع مروان بس انا عايز اكد لك انه لو بصيت كويس على افلام مروان مش هتعرف تصنفه تصنيف عادي الفيل الازرق تصنفه ايه؟ يعني هتلاقي بس كنا داخلين برضه الروايه كانت هل الفيلم ممتع ولا لا؟ بص ممتع طبعا واكد لك ان ده الشغل الشاغل لمروان انه يطلع بتجربه ممتعه تجربه خاصه تجربه شبهه ولكن تكون ممتعه شبهه لانه ما يعرفش يكذب عليك هو مش عايز يعمل كده هو عايز يعمل يطلع بس هو مش بيعمل مش من المخرجين اللي عايز يعمل الشغل وهو يتناساك لا انت فعلا كمشاهد انت في باله بس بيبقى نوع من حضورك في باله زي كانه بالظبط ايه كانه بالظبط مخرج واقف بيعمل بروفات على المسرح
وعارف ان في جمهور موجود بيحضر البروفات بس قاعدين في المنطقه المظلمه لا يمكن يتناساهم ويتجاهلهم ولا يمكن ما يتابعش اثر اللي هو اللي بيعمله على الجمهور ده، وقد يغير وقد يعمل ويحنتف في الشغل بعد كده. لكن مش ممكن الناس تقول له قاعد الحته دي، ومش ممكن تقول له النبي بلاش الحته دي الله يسترك، ومش ممكن تقول له ايه. انت مبسوط يا خالد؟ مبسوط بالفيلم؟ فرحان بالفيلم؟ انا الحمد لله مبسوط بالفيلم، وعاده انا مبسوط بكل تجربه اشتغلت فيها، سواء نجحت في السينما اول ما نزلت او ما نجحت بعد كده في التلفزيون، وممكن ما اصابتش نجاح في السينما، لانه ده اللي بيحصل. يا نجحت في السينما، يا لو ما نجحتش في السينما بتنجح بعد كده في التلفزيون. فانا مش يعني، والفيلم ده نجح في السينما، مش حاسس ان انا مغبون يعني. نجح أنا في السينما، الناس حتى في الاوقات اللي انا ما نجحتش فيها جامد ما استقبلتنيش بشكل بايخ. يعني عرفت ان خالد عمر ما كان قصده ان هو يطلع شغل مكلكع. هو الناس عارفه انك طاقه كبيره وتسد ما شاء الله في كل حاجه، في بالي دايما، وان انا فعلا بشتغل وانا في بالي ان انا خالد يطلع اللي عنده، بس كمان جمهوري وجمهور اللي بستهدفه اكتر ده. وفي نفس الوقت اذا عرضنا في اي حته في العالم ابقى بشرف بلدي. وانتوا ناويين على حاجه؟ ناويين انت يبقى في مهرجان ولا لسه؟ مش عارف، هو مروان بقى اللي يسال في خطه البرنامج، في خطه في برنامج الفيلم يعني هيمشي ازاي. طب انت حاسس انه يعني مثلا في لما شفت التقديرات الاوليه لشباك التذاكر، مش عارف مين الاول ومين الثاني، وبعدين ده الخامس على خمسه، هل احبطت ولا قلت لا بنفس الروح الايجابيه دي وقلت لا او الفيلم ينجح في التلفزيون؟ لا خالص، انت بتعرض في العيد، وفي العيد مفهوم انه في الاول هيبقى اقبال ازاي وبتاع. المهم مين هيكمل؟ الابره بالخواتيم. صحيح. بس انت لو كملت واخد بالك بمعدل ثابت من العيد لما بعد العيد، ده بافتراض انك انت كملت كده، يبقى انت اصطدت جمهورك، انت ناديت جمهورك وجمهورك واقف معاك في العيد او في غير العيد. خلاص تمام، سلفون. خدت الكاست بقى اشتغل ازاي؟ اتلميته ازاي؟ يعني هو مروان اللي كلم الكل؟ طبعا يعني مروان شغله منظم جدا، ولانه احنا هتلاقي كتير من اللي اشتغلوا معاه اشتغلوا معاه اكتر من مره، فيعني كلنا حافظين طريقه مروان، وهي طريقه محببه. لانه ما فيش اجمل من انك انت تلاقي نفسك بتعمل بروفات كتير قبل ما تشتغل. ما فيش اجمل من انك انت تعمل جلسات، ما فيش اجمل انك تشتغل مع مخرج عنده اجابه على الاسئله. من مخرج يصعب احراجه. فتبطل انت تسال اسئله تظن انها محرجه، لان هتلاقي انك انت اللي محرج. هو بيجاوب على طول. بيجاوب وجاهز، ويبدا يقول لك كل حاجه بالعقل. فلما يقول لك كل حاجه، بس انت تيجي متنرفز من حاجه. العنصر ده مثلا انا مضايقني جدا، ومش هينفع ان هو العنصر ده اللي يعمل الشغلانه الفلانيه. عنصر من الفنيين مثلا. فيقول لك طيب، فما يبداش معاك باو لا، يبدا معاك ايه اللي مضايقك، وهل هنلاقي حد بديل يعمل ده؟ على ما تخلص الحوار معاه تقول له يا عم انا اسف. متزن، ومن ناحيه تانية احمد مراد نفس الحكايه. ففجاه بتحس ان هم يعني مش شباب صغار خالص، بتحس ان هم في الشغل، بتحس ان هم ناس كبيره، كل واحد مذاكر كويس قوي اللي بيعمله. انا احب ان انا اشتغل مع المؤلف اللي انا ما ادورش وراه عن صحه المعلومه مثلا. احب اشتغل مع المخرج زي ما بقول لك، اللي انا اساله سؤال يكون اجابته حاضره. في قلبك مطمن وانت معاهم؟ ببقى مطمن بقى، فعايز انا بقى كده اسيب ايديا خالص وما اركزش غير في شغلي. ابقى اقول انا بشتغل تحت قيادته وانا مطمئن. فما غيرتوش حاجه في النص وانتوا ماشيين؟ جمله حاجه؟ لا لا، ازاي بتغير طول الوقت. بس طول الوقت تغييراتك بتبقى في الحدود المهنيه بتاعت الممثل اللي عنده اضافه. بمعنى ايه؟ انا بحب اشتغل احس انك انت جايب التروس الكبيره بتاعتك، التروس الصغيره بتاعتي. ماشي، كممثل. كممثل انت عامل الخطه المظبوطه بتاعت ماتش كوره. انما لما بتدي للاعيب وتقول له انت بلاي ميكر مثلا، عنده اجتهاداته، ما بتقولوش بقى انت او بتحط لعيب هو ده راس الحربه. ما بتقولوش بالظبط ما تتحركش الا لما تجيلك الكوره من مستحيل. ده مش راس حربه وده مش بلاي ميكر. صح. فاهم قصدي؟ لما بتجيب ناس وبتبدلهم الصفه دي، يعني تقول له انت يا خالد انا عايزك عشان انت بمثابه بلاي ميكر، او انت بمثابه راس حرب عندي مثلا، او اتنين راس حرب. فانت بتفهم ان عندك مسؤوليه كبيره، وبتفهم انك انت بالتالي عليك انك انت تبتكر. مش قضيتك بقى يعني، انا بقالي فتره كذا سنه يعني في حاجات بطلتها لتغذيه شغلي كممثل. يعني انا بطلت مثلا اتفرج على المونيتور.
خالص. كنت بالاول بتروح وكده كنت موسوس جدا وما زلت موسوس، بس نقلت مشواش في حته ثانيه. فبقيت اقول انا اشتغل مع ناس انا بطمئن اليها وناس ليها اسم في السوق وناس ليها واحكم بعينيها واحكم وخلاص. الراجل ده الكاتب يبقى انا مش هكتب بداله، لكن هو مش هيمنعني ان انا ارتجل ارتجالات قصيره هو نفسه يسقف لي عليها. تمام. الشطاره هنا، انما ما بستخدمش القلم دلوقتي في وضع ان انت اللي تتدخل وكده. لا مع انه كانش بيحصل بينه وبينه مشاكل. انت بتكتب وكده لا، هي الفكره في ان انا بغذي ادواتي انا كممثل. مش بتعزل نفسك بقى عن العناصر الاخرى وتسيبها للي انت بتثق فيه. لو انا عرفت ارتجل حاجه يبقى احفظها. لان ادواتي انا الحفظ، ادواتي انا الارتجال المباشر، ادواتي التفاعل مع الممثل ومع الموقف ومع ايه، ادواتي والبحث عن زي ما بقول لك التروس الصغيره اللي ما بي عشان تكمل اللوحه دي ما تبقاش مجرد تروس كبيره كلها. صحيح. تروس صغيره، تروس صغيره هي التخزينه اللي بيعملها اللاعب اللي انت بتحبه عشان يجيب الجول وصنع الفرص من المخنوق. ايه اطرف التعليقات اللي جات لك؟ يعني سالت مين يعني على الفيلم وايه التعليق الطريف اللي ممكن؟ انا في حاله كمون ما سالتش. طب على السوشيال ميديا حتى بعد ما اعلنا في تعليق بس غير زكريا عصام؟ هذه رابع مره يا عم. لا الفتره دي انا بفضل انتظر شويه. يعني بستنى شويه. برضه ما بتلهس وراء تعليقات ما بقتش زي الاول. زي الاول كان بقى ليه؟ لانه انت يعني حتى دلوقتي انا والاخوه الزملاء اللي كانوا حط يعني اول ما نزلنا لايف ان هو هبقى موجود على اخر النهار كمان شويه، لو عايزين يوروني ان في تعليقات كتيره وانا بقول له بلاش. دلوقتي داخل قال لي دي علاقات كويسه جدا، قلت له فشويه اسمع كده بقول له بلاش. لانه بتخرجك من ثباتك. صح. يعني افرض ان لقيت 140 واحد بيقولوا لك انت كويس قوي، او 140 واحد بيقول لك انت وحش قوي، او 140 واحد بيقول لك كنت كويس وزعلانين منك، او بنحبك كفنان وزعلانين من موقفك السياسي، اكيد مش هفضل على نفس الثبات اللي انا داخل بيه. الثبات ده معناه ان انا بقى لي اربع خمس ساعات قافل التليفون. بس بتحضر ان انا عشان كلامي يبقى جاهز. مش عشان احضر الكلام اللي انا داخل اقوله. لا. صحيح. عشان انا اكتر من المقدمه مبقاش محضر. اذا كان عندي مقدمه اقولها اكتر منها مبقاش محضر. المقدمه اللي انت قلتها لي النهارده على حسب بقى، على حسب. عشان كده انا يعني في ناس انا برحب ان انا اطلع معاهم، وفي ناس بعتذر لهم لانه، وفي ناس بقول لو تكرمت نتكلم في كذا ويا ريت نبعد عن كذا، وفي ناس زي حضرتك قلت اسال زي ما انت عايز، لانه انا بحب النوع اللي يعني عارف انت يعني انت هتنتعش اكتر بالتخزينات اللي بتعملها. وانا بثق فيك فاتفضل. حبيبي انا طبعا انا بحبك كممثل وبحب شغلك جدا، وبحب كمان طريقتك في التفكير. بس عايز ارجع بعد الفاصل اللي جاي هسالك من اول اللعب في الدماغ، فكره الممثل لما بيبقى عنده فكر سياسي، لما بيبقى بيفكر وخاصة بيفكر في واقع عمر أبدا ما أفكاره اتحققت زي حضرتك كده. تحت أمر. بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية. وخالد صاوي كنت بساله قبل الفاصل، انت يعني من انا من اول ما يعني احتكيت مباشره مع فنك كان في اللعبة في الدماغ في الهناجر. انا فاكر التجربه دي كانت تجربه جميله بعد غزو العراق وبعد الحرب والكلام. خالد هو سياسي فنان ولا فنان سياسي؟ لا فنان الاول. فنان في الاول، بس كلمه سياسي دي ليها مستويين. المستوى الاول هو مستوى بتاع الانسان، كل انسان عليه انه يراجع نفسه، هو يسال بالتاكيد اسئله تخص هل انا عايش في عدل، هل انا المجهود اللي انا بعمله كي اعمل العمل ده مردوده راجع ليا ولا راجع لاخرين؟ مش دي اسئله في دماغ كل الناس شرعيه وعادله؟ ودي اسئله اساسيه واسئله في المقام الاول اساسيه. هل من حق حد يوقفني في الشارع
ويديني جزء لام ظنا منه ان انا كنت كذا، واو هل من حق حد انا اختلفت معاه يكسر عليا باب اعتمادا على انه له عزوه او انه مسنود في البتاع دي؟ كلها اسئله تخص الانسان. مش هستخدم كلمه الانسان العادي لانه مفيش انسان غير عادي، هو الانسان كل انسان من حقه ده. ولكن في المستوى الثاني هو الناشط. والناشط ده اذا كانت يعني مؤخرا كانت ارتبطت بجمعيات حقوق الانسان، هي في الاساس الناشط ده هو شخص يبحث عن الحق وعن الحريه وعن العدل لي وللاخرين. يعني اذا كان الاولاني بيبحث لنفسه لا من منطلق انه ضعيف في المقام الاول، يعني لما اعرف الاول ادافع عن نفسي ابقى يا سيدي ادافع عن الاخرين. واللي بيحصل في التاريخ كله انه الضعفاء هم اللي بيقفوا جنب بعض وبيحسوا ببعض، والفقراء بيحسوا ببعض والمقموعين بيحسوا ببعض. عليك انت بقى اذا كنت راجل بتهب لنصرة الحق والعدل انك انت تعمل ده، حتى لو كنت انت ابن طبقة وسطى او ابن طبقة من الطبقات الميسورة، يعني بتعمل لوجه الحق، مش عشان انت ليك حق مباشر فيه، لكن انا مش موافق على الراجل ده يتضرب بالطريقه دي، او اتفضل عرضه للمحاكمه لكن ما تعتقلوش بالطريقه دي مثلا. من المنطلق ده طبعا انا كان في مشواري الفني يعني كان عندي مشكلات بتقابلني وانا اعتبرتها معضلات انا ان شاء الله هحلها بطريقتي. زي ايه؟ زي هل ينفع ان تبقى ممثل ومهتم بالسياسه؟ هل ينفع تبقى ممثل وبتعرف نفسك باعتبارك يساري او اشتراكي او بتاع؟ هل ينفع تبقى ممثل وبتتكلم بالفصحى في امريكا يعني او عامل فيها مثقف او عامل فيها بتاع؟ كل الحاجات دي كان بيقابلني وانا في العشرينات من عمري يعني، يعني في الثلاثينات ابتدت تقل بس فضلت لغايه عرض اللعبه في الدماغ كانت خلصت يعني. اللي هي فكره هل ينفع تبقى ممثل كمان ومخرج ومؤلف وبتاع؟ هل ينفع تبقى ممثل وتنزل مظاهرات؟ انت فاهم؟ كل ده انت سالته لنفسك؟ كل ده انا عرض عليا كاسئله، لكن انا شفت ان انا لو عرض عليك من طرف تاني ولا داخلي؟ لا يا ابني، نصيحه ليك لو انت عايز ممثل ما تتكلمش باللاوندي، ما تكلمناش بالفصحى عشان الناس مش هتحبك. فانا اقعد افكر يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني الفصحى دي الناس بتسمع الفصحى، بتسمع قران طول الوقت، وبتسمع ام كلثوم لما بتغني فصحى، بتسمع يعني بلاش الكلام يبقى مسطح وعلى علاته كده. تمام؟ فما كانش عاجبني الكلام اللي هو ده. لكن اذا انت قلت فصحى وكان دمك تقيل ماشي، ما انت ممكن تقول عماوي يبقى دمك تقيل برضه. فالقصه في دم التقيل مش في طبيعه الوسيط اللغه مش في الطريقه اللي اخترت دمك يبقى تقيل بيها ازاي يعني. والا اذا كان مدعي، والمدعي شيء ممجوج ومرفوض اذا كان انت ممثل او اذا كنت انت مهندس او اذا كنت انت ضابط او اذا كنت انت اي حد. طب في السياسه انت يساري يعني، انت افكارك اشتراكيه يساريه بمعنى ان انا انحاز الى الطبقات الكادحه والى طبقات الغالبيه. واؤمن لا اؤمن بمجرد الديمقراطيه السطحيه اللي هي اللي على الوش دي، يعني كلنا كل كام سنه نروح ننتخب مين اللي يعمل حاجه احنا مش عايزينها اربع خمس سنين ولا 10 سنين. لا، ولكن ولا مين اللي نختار ناس علشان تبقى دي في البرلمان على اذا اضطريت لده في فتره من الفترات ماشي. لكن مش هو ده المجتمع اللي انا بشوف سيتحقق فيه درجه اكبر من العدل والحريه. انا بقوم بالديمقراطيه الاجتماعيه. ان الغالبيه هي يعني برضو انا ساعات يعني ساعات الفاظ كبيره على يعني على بعض الناس. انا مؤمن بالديمقراطيه الاجتماعيه. يعني هل مثلا امريكا ديمقراطيه ولا مثلا التجربه الاشتراكيه في قبل سقوط الاتحاد السوفيتي كانت ديمقراطيه؟ ما هي كانت الاشتراكيه لا بتجيب لا كانت لا بتجيب ديكتاتوريات. لا لا، انا في ومضات في التاريخ يمكن انك انت تاخدها تبني عليها. يعني انت بتاخد يعني انت لما تقول مثلا في ومضات في لحظات كده لما تقول مثلا محرر العبيد سبارتاكوس وتيجي تبص بعديها بقرون ليه مثلا تشي جيفارا يكاد يكون ومضة. الومضة دي انت بتاخد منها الاهم ما فيها انك انت ايها الظلم اذا كنت تبطرست وراء مثلا روما وقتها بمطالعاتها وبتاع لكن من الممكن ان يخرج واحد زي سبارتاكوس ده ويلم حواليه العبيد ويعمل ميليشيات ويحرج الرومان مره واثنين وثلاثه واربعه. لكن انتهت النهايه مأساويه
اعدام 6000 صلبوا من بما فيهم هو طبعا. لكن هل ده خلص على الكفاح؟ هل ده خلص على فكرة النضال؟ لما تتكرر التجربة دي مرة واثنين وثلاثة في التاريخ ويجي في أبرزها زي ما بقول أنا بحس الشبه بينه ده مع جيفارا مثلا، أنه هو راجل دكتور عنده الرب طالع بالموتوسيكل يتفسح في أمريكا اللاتينية ويتفرج على الدنيا اللي حواليه، فاكتشف أنه هو يجب عليه أنه يرمي البلطو ويمسك السلاح، وأنه الفلاحين هم نفسهم اللي فيهم الجهل والفقر والمرض، هم بعينهم اللي هيبقوا الجيش بتاع الدفاع. قتل في الآخر، لكن ده مش معناه أن هي خلصت. أيوة بس يعني هو انتهى برضو يعني طبعا مع كل الحب لجيفارا انتهى بكوبا اللي ما وصلتش النتيجة كبيرة وبانكسار بوليفيا. بالتأكيد بالتأكيد. ونفس الشيء ما حصل في روسيا 17 روسيا 1917 أول مرة في التاريخ يحصل أن الحكومة تتكون من العمال فعلا، وانه هي ويخش في حرب وهي نفسها تكون الجيش وهي نفسها، لكن ما استمرتش تجربة، ما كملتش 10 سنين واخد بالك، ومنها فيها انقلب. النهارده الحزب الشيوعي الصيني هو مش شيوعي ولا انت لسه مؤمن بالافكار دي يعني؟ لا انا مؤمن ولا بمفهومها العام ان نحن نريد ان نكسر الظلم المتمترس ونحقق العدل للمقهورين فقط بدون ايديولوجيا. لا انا هديلك بس مش عايز اسيب مايك السابعه على التليفون كتير، ده هي عايز اكلمك. يا النجمه الجميله مايك السابعه، اهلا بيك يا مي. يا استاذ خالد احنا كلنا مستمتعين، خليه يكمل، انا قاعده مستمتعه معاك. ما هو مكمل برضه بس انا قلت ما اسيبكيش على التليفون. ربنا يخليك يا استاذ خالد، ربنا يخليك. الله يخليك يا مي. شفت الفيلم ولا لا؟ لا والله لسه، فريده مش مخلياني عارفه اعمل حاجه خالص يعني، بس ان شاء الله كده اقدر اشوفه قريب يعني، لان كل الناس ما شاء الله بتتكلم عنه كويس قوي. الحمد لله. طبعا الكاست وكل القائمين على العمل من مؤلف لمخرج لممثلين هم طبعا يعني كلهم اساتذه كبار ودايما بيقدموا افلام مهمه للسينما، فاكيد بالنسبه لي هتكون حاجه مهمه ان انا اتفرج عليه باذن الله قريب. ان شاء الله. عايزه تقولي ايه لخالد بقى؟ عايزه اقول هو عارف انا في قلبي ليه ايه، بس انا عايزه اقول للناس كلها اللي بيتفرجوا عليكم دلوقتي ان هم يعني يقعدوا كده يسمعوا يعوا قوي ويفتحوا ودانهم ويفتحوا قلبهم ويستفيدوا من شخص انا بشوفه يعني بعيدا عن مواقفه الشخصيه معايا، خليها على جنب هتكلم عليها في اخر المكالمه، بس بشوف فنان كبير مدرسه احنا كلنا بنتعلم منها يعني. انا لا بجد انا مش متصله جنبك، انا متصله اقول الحق. استاذ خالد الصاوي ده بالنسبه لي انا كممثله ده مدرسه نقعد نتعلم منها كده زيه زي دكتور يحيى الفخراني، الواحد يستمتع وهو بيتفرج على تمثيلهم ويقعد يتعلم منهم. اما بالنسبه لي كناشط بقى في السياسه وكده، انا شخصيا برضو ببقى مستمتعه جدا على تويتر وهو بيقعد يتناقش ويتكلم مع الناس ويعلمهم ويفتح دماغهم في حاجات حلوه هي ممكن تكون تايهه عنهم يعني. بالنسبه لمواقفه الشخصيه انا مدينه له بشكر كبير، وطول الوقت هفضل يعني عمري ما هنسى. انا حتى قلت له يومها لما كلمته انت حسستني لاول مره في حياتي ان انا امي ما ماتتش، ودي كانت حقيقه لانه راجل جدع بيحب زمايله قوي. ده واجب عليا، ده واجب، ده واجب، ده واجب، ده واجب، انت اختي وده واجب، ده واجب واجب. هتحكي لنا القصه يعني؟ شكرا على واجب. هتحكي لنا القصه ولا لا يا مي؟ احكي لك القصه. انا كنت يعني رحت اشتريت الشبكه وبعدين نزلت صوره بس ان انا ايه خلاص اشتريت الشبكه وهتجوز يعني يا جماعه هتخطب خلاص. فقمت من النوم لقيت فجاه وفي اول مره في حياتي مثلا لقيت حوالي 30,000 تويته و 30,000 بوست يعني. بص يعني ده الرقم ده ممكن يكون قليل جدا، لقيت من الاخر يعني كل السوشيال ميديا ما وراهاش حاجه غير انها تقلش عليا. ويعني بمنتهى السخافه وقله الادب وكده، وفضل محمد جوزي يهدي فيا واهدي وما يهمكيش منهم وبتاع، فانا يعني حمائيه شويتين فكنت مخنوقه ومش عارفه اعمل ايه، لحد ما فجاه حد من زمايلي بالليل كلمني وقال لي خالد الصاوي عامل لك يعني كانه زي ما قلت لحضرتك يعني في التعبير المجازي كانه امك يعني ماسك الناس وبيدافع عنك على واخدهم غسيل ومكوى يعني. فانا دخلت شفت اللي هو عامله على تويتر ما صدقتش نفسي، وكنا يعني يمكن ما بنتقابلش كتير، كلمته وشكرته جدا وشكرت مراته الست كمان النبيله اللي شبهه اللي هو متجوزها مي كريم، وبشكرها جدا كمان على حبها ليا ووقوفها جنبي.
فعايزه اقول ان يعني ما كنتش مصدقه نفسي، اللي هو في ناس كده، هو انت حقيقي بجد يعني ولا ايه يعني بجد والله. فبقيت ممتنه ليه جدا، وفضلنا طول الوقت على اتصال ببعض، لحد برضو ما وقعت في مشكله تانية اللي حصل من فتره طبعا لجوزي. ولقيت ناس كتيره جدا بتحاول تبعد لمجرد ان ممكن يكون عندهم شك ان يعني الراجل ده ممكن يكون مذنب او في شبهه. طب مي بتدافع بالسنوته قوي عشان جوزها، فبلاش نحشر نفسنا في الموضوع. فلقيته هو مصدقني ومصدق ان احنا مش كذابين، وان احنا محمد عمره ما يكون ابدا عنده خدمه عسكريه ويتهرب منها، وفضل واقف جنبنا وجنبي وجنب اوكا واوتيجا طول الوقت. فبقيت كمان مش عارفه يعني، خلاص بقى بالنسبه لي خالد الصاوي ده هو الظهر والسند والاخ الكبير والله يعني بنت حلال، بنت حلال، بنت حلال، ربنا يخليك يا مي. بس ده واجبي وده واجبي، وانت ما عملتيش غير كل خير قدامي، واحنا بندافع عن الحق. اذا كنت انا او اي حد من القريبين مني بندافع عن الحق، والحق ده يعني مش عشان يبدو هو مش ضعيف، بس يبدو ان هو احيانا بيبقى ضعيف. لا، لكن لازم له نصير وحد يتكلم. وماله وانا ودافع عن الحق، ولا حق يدافع عنه؟ والله بشكرك يا مايل انك اضفتي بعد انساني جميل في اللقاء، فبشكرك شكرا جزيلا، وربنا يا رب ينجيكي من كل مكروه ومن كل شر ان شاء الله. وبشكرك ان انت برضو اديتينا جانب اخر ممكن نبقى نسال عليه، لان هو حواراته على تويتر الحقيقه متعدده ودايما نصير الحق. وساعات بغلط، بس عمري ما ببقى قاصد، لانه بدليل ان انا بعتذر. بعتذر كتير جدا على فكره، انا يمكن اكون من اكتر الناس اللي صوتها عالي، بس من اكتر الناس كمان اللي بعتذر، ومن اكتر الناس اللي بقدم بقول حتى لو ما كانش حد مسك لي غلطه، بقول على فكره انا في الحته الفلانيه انا غلطت. بس هل من الصح مثلا انت مثلا لو في شركه انتاج اخرت عليك فلوس تشتمها على الاكونت بتاعك؟ بص يا استاذ خالد، انا بشتغل في المهنه دي، يعني انا معايا البطاقه الضريبيه بتاعتي كممثل دي من سنة 88 أو 89. بشتغل مسرح وتلفزيون وسينما من أهو 30 سنة مثلا. أكيد بطبعي أنا الحامي ده اشتبكت كتير جدا مع زملاء ومع شركات إنتاج. هل مرة طلع مني على للإعلام تصريح يخص مشاكل جوه الشغل؟ ما عدا دي. ليه؟ لان الموضوع احنا بنتكلم على، عشان بس ما يبقاش كلام على المضغط، يعني نتكلم على المنتج ممدوح شاهين وعلى فلوس انا ما حصلتش عليها وهي حقي عن شغل ناجح ورا بعضه طبعا. جزء منه كان في الجزء الاكبر طبعا هي ودافنشي، وجزء منه كان حتى في الصعلوك تمام. اللي كان ما خدش فلوس، مش ما خدش فلوس كلها، ما خدش الجانب الاكبر من الفلوس. ليه انا بذكر اسمه؟ لان انا مش هخش في اكتر من كده، لان الموضوع مطروح قدام القضاء. وما دام مطروح قدام القضاء، فانا يعني احتراما ليه، اولا انا والدي الله يرحمه كان راجل مستشار قانوني، كان محامي طول عمره. انا بس ما استفزني جمله كانت وقتها اللي هي اللي طلع على بعض الصحف يعني، وقال كلام شديد الاستفزاز من عينه المحاكم حبالها طويله، وخالد صقر ما كانش عمل الشويتين بتوعه دول، كان زمانه خد 20-30%. شيء بمنتهى الصرف والتكبر اللي انا مش ممكن اقف عليه. بعد كده كمان بغض النظر عن انا وقفت ازاي، انا السر في ان فلوسي متاخره، وان انا ما عملتش زي بعض الزملاء عموما، يعني ما يقول لك قبل ما اخلص اكون خدت فلوسي. خدت الفلوس ان انا اتعلق له الشغل، انت فاهم ازاي؟ انا ما عملتش كده، انا مش هتدخل، مش هذكر وقائع، ومش هخش جوه ده، لان زي ما بقول لكن ما استطيع ان انا اعلنه، هو انه في كل شغلي حصل مشاكل مع ناس كتير، لكن بتتساوى بسرعه لانه بيبقى النوايا حسب. لكن اذا لم اجد ان النوايا خالصه، واخد بالك؟ واذا لقيتك بتتكلم معايا من منطلق ان هو واسمع بعد كده هيجي لي راكع وهيجي لي مش عارف ايه، يبقى انت بتستفزني ان انا اكسرك، لانه انا مش هوافق ابدا ان انا يعني ابقى في صوره الشخص اللي عشان انا بطالب بحقوق الناس، لما اجي اطالب بحقي فما اعرفش انا بستميت في الدفاع عن حقوق الناس. واخر حاجه بعملها انا اقف معاك مواقف جدعانه فتلصق انت وتقول لي اصل القنوات اللي بشتغل معاها هي اللي متاخره عن
ده من القناديل على سبيل المثال. انا بقول لك هو احنا بنلبس تهم كتيره بس والله ظلم يعني ساعات. ما انا بقول لك اهو ادي اللي حصل عشان تبقى المسائل في النور يعني. ان هو اللي حصل باختصار شديد ان انا كشفت لعبته. كشفت ان هو عايز يلبس طاقيه ده لده ويطول المده. المده دي هي اللي هتاخد فيها. فالراجل اللي ما بيدفعش فلوسي في بعد انا ما خلصت شغلي ما ينفعش خالص ان هو يروح ينتج ثلاث مسلسلات بفلوسي وفلوس صح اخرين صح. فلما كشفت ده انهالت عليها المطالبات وبالتالي هي دي كانت خطتي. اما فكره ان هو يقول ان المحاكمات حبالها طويله والله انا راجل زي ما بقول لك والدي الله يرحمه كان راجل وكان راجل شريف وكان راجل محامي وكان استاذ ومشهود له اتربينا لحم كتفنا من التقاضي السليم. فاذا كانت المسائل هتطول شويه ماشي تطول شويه واخد على كده. احنا اتربينا من ده ما تربيناش من لا رشا صايت ولا بتاع. فانا استطيع ان احتمل في مقابل في الاخر انه تطلع كلمه قضاء عادله. واخبرك ده انا كان والدي كان الله يرحمه بتوصل بيه ان هو يقول لك لا تعليق على محكمه القضاء لدرجه ان انت لو قلت مثلا ايه حال عادله في الجلسه يقول لك ايه ده في تقول له ده انا بقول حال عادل يقول لك ده نوع من انواع التعليق ولا التعليق على اقول له ازاي بس ما احنا بنقول يقول لك لا ده ده حكم اول درجه طب في الجي بعد كده اتلغى في ثاني درجه مش هيبقى ده عادل العدل الصغير روح العدل الكبير ما فيش تعليق يعني ما فيش تعليق. بص كان ده انا متربي على كده فمتربي على ان هو حتى لما كنا بنقول مثلا في اوقات لما كنت انا شاركت في انشطه سياسيه وكنت في احيان لما كان بيعتقل كل الناس فكنا بنضطر نشتغل تحت الارض طبعا بس تحت الارض دي بقت سيئات السمعه جدا ما بعد بالذات ان احنا عملنا ثورتين وبقت الناس دلوقتي عندها كلمه وعندها بتقدر انها تحمس الرئيس اللي هي عايزاه وتجيب الرئيس اللي هي مش عايزاه وتتكلم على فما بقاش في داعي انك انت تلجا تشتغل تحت الارض بالنسبه لي انا يعني. ف ف ف ف في وسط ده كله كن في وسط كل خناقاتك مع السلطه وبتاع كان ايه المره الوحيده اللي بيتم انصافك فيها كان قدام القضاء صحيح. فمش عارف لما القضاء بقى ما عجبناش احكامه نقف ضده فانت مكمل لازم يبقى فيه. طب مسلسلك السنه دي اتعطل ليه في رمضان ده؟ المسلسل السنه دي عشان كده انا حبيت انا اضطريت اكتب عن المسلسل الثاني بس للتفرقه ما بين منتج ومنتج. يعني في فرق بين منتج انا كشفت العيبه وهذه الالعاب اضطريت ان انا انبه وانوه لبقيه زملائي وخصوصا ان انا ما لقيتش اي ظهر. يعني النقابه وقفت عند درجه معينه وقالت يعني ان هو تحججت بانه طالما انت لجأت للقضاء بس انا لجأت لهم قبل ما الجأ للقضاء. وبالنسبه لغرفه صناعه السينما قال لا احنا بالنسبه لنا احنا المنتجين بتوع السينما بس. طب مين يا جماعه؟ غرفه صناعه السينما دي عين الدوله على صناعه وتجاره معينه على المنتجين بتوع السينما. صح. طيب هذه عين الدوله هذه ليس لها مثيل على منتجين الفيديو. الله. طب كده اي حد هيجيب زكيمه فلوس يتحكم فينا ده اذا كان هل يبلغ ان منتج يحجز فلوس ممثله يحجز مش فلوس بقى ممثلين كتير عرفوا من خالد فانا كان هدفي اثاره الموضوع عشان كله ياخد حقه. تمام. بل انه ده هل ينفع ان منتجين يحجزوا ملابس لممثله لفنانه ايتن عامر مثلا بس على سبيل المثال انا بقول على وقائع غريبه مين اللي بيحمينا في ده؟ مين اللي هيحمينا في ده؟ اللي بيحمينا في ده ان احنا نلجا لاجراءات قضائيه النقابه انها تنشط معانا لازم مش النقابه يبقى دورها انه لما فنان يغلط هي تعاقبه وكاننا في 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 في, في مدرسه وما تقومش بدورها يعني ما تقومش بقى بحمايتنا في ده وكمان دور الاعلامي. طب دور الاعلامي ده بيتعمل بحساب اذا كانت السوشيال ميديا بتؤدي الغرض ده النهارده وانا مش عايز افتحها على البحري يبقى المفروض ان هو يشكرني بدل ما كنت فتحتها على البحر لكن حيث ان هو مش عاجبه الكلام يبقى يتفضل يعرف ان انا لا يوقفني الان الا احترام للقضاء للقضاء ونصر. فقط ولكن قريب جدا هتعرف الناس مين صح ومين غلط وتالي يعني اسامينا في السوق موجوده ومعروف مين خالد الصاوي ومين ممدوح شاهين. صح. خالد بعد الفاصل هعرض لك مجموعه صور وعايزك تعلق لي عليها يعني من حاجات طعم. لطيفه وهستناكم بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. والفصل اللي فات يعني خالد عمل اشتباك، بس اشتباك الحقيقه مهم، لانه لو في منتجين فعلا ما بيدفعوش فلوس النجوم وبعدين يتحجج يقول لك اصل المحطات ما دفعتش، طب والنجم اللي متعاقد معاه مش النجوم بس يا ريس، انا بعد اذنك مش النجوم بس، احنا المساله وصلت دلوقتي للناس الصغيرين اللي ما لهمش ظهر واللي بتضطر ان هي في الاخر يعني ولا اليوم نقابات ولا بتاع، الناس العاملين اللي بتشتغل في ده، وده اللي انا بدات كلامي بيه في الاول وقلت. بس لما لقيت ان الموضوع اصبح شخص شويه قلت عشان الناس ما يتهيألهاش ان خالد بيوظف الاخرين لخدمته هو، قلت ساعتها اللي عايزني علشان اقف معاه في الموضوع ده احنا ممكن من خلال مكتب المحاماه اللي هيتولى قضيتي اتولى قضيتي. بس انا زعلان من تعليقك على النقابه، يعني مستغرب ان انا عارف ان النقابه بيقوم يعني دكتور اشرف. انا بتكلم في اللي حصل السنه اللي فاتت، كان في خطاب وزع علينا بيقول منع التعامل مع المنتج ممدوح شاهين لانه لا يقوم باداء واجباته تجاه اعضاء النقاب، تمام. وانا ساعتها تدخلت وقلت يعني لممدوح اذا عليك حاجات، ما انا مضايقني منه ايه انه في حاجات كنت بقول له بلاش يا سيدي الشيك بتاعي انا المره دي وادفع حقوق الناس اللي مش عارف ايه، فينفعش انا اقف معاك وبعد كده تغدر بيا يعني. طيب اذا كان ده موقف النقابه في المره الاولانيه، طب ليه ما بقاش نفس الموقف في المره الثانيه؟ صحيح، هو ده بس السؤال. صحيح سؤال، لكن انا مش النقابه في الاخر، انما انا في الاكثر انا يعني انا هعرف ان شاء الله دافع عن حقي واخده باذن الله وبالطرق القانونيه ومن غير بلطجه، ودي نقطه مهمه لان انا عارف ان في ناس كتير خدت حقها بطرق بلطجه. ولا ازاي البلطجه يعني بتكون؟ بأي طريقة غير قانونية فيها ممارسة قوة أو فيها ممارسة عنف. أنا عندي المسألة دي درجات، أنا ما عنديش مانع أن أنا أمسك سلاح وأضرب نار عشان في تهديد على بيتي، في تهديد على عقيدتي، في تهديد على أمي، على مراتي، على بتاع، ما عنديش مشكلة أن أنا أعمل ده خالص إذا اضطريت. لكن عندي مشكلة أن أنا أمارس نفس ده وانا بطالب بفلوس او احنا بنتنافس او بتاع، لان ده معناه ساعتها ان انت عندك كل الحاجات ليها نفس القيمه ما عندكش حاجات اقيم من حاجات. ان شاء الله طالما انت متمسك بالقضاء ده لا انا متمسك، ما فيش اي شيء بلطجي هيتم من ناحيه ان شاء الله. ان شاء الله هعرض لك شويه صور خالد ليك، بعضها ليك وبعضها لعدد من النجوم، عايز تعليقك عليهم في اطار كشف برضو جوانب كده من اللي بتحبهم واللي بتحبهم. هنعرض الصوره الاولانيه. ده مين دول؟ طبعا المرحوم اولا الاستاذ المرحوم عمر نجم، وده كان الشاعر وصحفي وكان بيدير ندوه كنت بحضرها انا باعتباري مؤلف ومخرج واحد ابطال عرض اسمه الغفير على الناصر 84 85 في الجامعه وخارج الجامعه. وطبعا كان معانا خالد العظيم اخويا خالد صالح ربنا يرحمه ويحسن اليه، وعلى الشمال خالص الدكتور خالد الشرباجي احد زملائنا وكان بينفذ واحد من منفذي العرض، ومعانا احد ابطال العرض لان احنا كنا ثلاثه الفنان الكبير محمد هنيدي، ودي كانت ندوه في مسرح محمد عبد الوهاب بعد عرض مسرح بعد عرض يعني. الغفير ده كان عرض مميز. ابويا الله يرحمه وهو خارج بيها من المستشفى الاستاذ جمال الصاوي المحامي ده، وانت اللي في ايديه ده انا اهو. انت برج ايه يا خالد؟ ها برج ايه؟ قوس. انا وابويا والله قوس ابن قوس. كم سنه دلوقتي؟ ما ينفعش بقى ترميني بنبلة يعني. دي صورة انت انا فاكر انك انت نشرتها على تويتر طبعا دول اصدقائي الاعزاء طبعا خالد الله يرحمه و اصدقائي الفنانين الكبار طارق عبد العزيز وصبري فواز و ده فين ده بقى خالد؟ كنت في مكتبي القديم يعني قبل ما اتجوز كانت ليا شقه هي دي يعني. وانت قريت كل الكتب دي يا معلم؟ قريت فيها لكن اللي يقول لك لا طبعا هلاقي بقى راس المال لماركس لا هتلاقي تروتسكي ولا هتلاقي طبعا تروتسكي بالتاكيد تروتسكي يعني اكيد لكن هتلاقي برضو حاجات مختلفه. انت تروتسكاوي؟ بص
بس سائر على طول يعني، ولا ما بيعجبكش حاجه الثوره يعني؟ تروتسكي وما تفرع عنه بعد كده ونظريه الثوره العالميه بشكل عام هي طبعا الاقرب الى افكاري، بس في السنتين الاخرانيين او الثلاث سنين الاخرانيين عدلت اكتر، لا باكتر اهتمامي بوجود يسار وطني ثوري، مش بس يسار ثوري، يسار وطني لازم ثوري يعني ينفع يسار وطني بمعنى يعني هل انا الثوره وسيله للاصلاح والاصلاح الهادئ مثلا هاني بال كده يعني؟ والله والله بص انت في وقت دلوقتي ما حدش يعني الثوره المقصود بها التغيير الجذري. اذا كان هناك تغيير جذري يستطيع ان يفعله المصريون، لانه المصريين برضو ليهم تجربه، والواحد بعد بص بعد 30 يونيو انا قلت ان التاريخ بالنسبه لي انا شخصيا فيما قرات وقف هنا. يعني مش هينفع ان انا اجي انصحك بحاجه لان ما حصلتش. خلاص احنا قرينا لغايه هنا. المصريين بقى بيكتبوا تاريخ جديد بالقلم الرصاص. فعلينا ان احنا ننصت الى شعبنا ونشوف تجربته، لانه قد يصل الى تغيير ولكن بطريقته، لانه مثلا المصريين في مقابل ان ما عندهمش تغيير سريع وجذري، لكن في مقابل ده ما عندناش دمويه عاليه. ودي حاجه كويسه. لازم حاجه بتشيل حاجه. صح. يعني انت مطمئن دلوقتي ان الوضع ثابت؟ ولا متوتر؟ ما زلت لا مش متوتر، بس ما زلت اقراه، بس اقراه عن كثب، وحاسس ان انا يعني مستني اللحظه اللي انا اندمج فيها اكتر فيها، بس مش عايز اخش اقول وخلاص يعني. عايز اخش اقول وانا فاهم انا بقول حاجه جديده، انا بقول حاجه مؤثره، بقول حاجه مفيده في المقام الاول. طيب نشوف صوره تانية. ده اثناء في مطلع عام 93، كنت وقتها بتخرج من معهد السينما، وكان مشروع التخرج بتاعي هو وادي الملح عن الفلاح الفصيح، وامتداده لغايه النهارده يعني 2000 قبل الميلاد و2000 بعد الميلاد. وده كان مشروع تخرج. ده يعني وانا بجهز للتصوير الفلاح. انت خريج اخراج؟ معهد سينما قسم اخراج. مش تمثيل؟ لا تمثيل مش فنون مسرحيه يعني. التمثيل في فنون مسرحيه. فنون مسرحيه اللي بعده الصورة دي هتضرب عليها. مش عارف انت فين فيهم بقى، تهت فيها دي. ها دي قال صاوي وقال ده ايه، ميامي بقى دي ولا فين؟ يعني قال صاوي يعني اولاد عمومتي، اولاد عمامي وعماتي وعمي، وكنا في الشاطبي. مش شايفك انت فين يعني، مش عارفه انت الكبير ولا انت فين ولا. في ما طب بص الصوره اللي وراك هي اكبر، وراك اكبر. اهو انا الطويل ده اهو، في عمي وانت الطويل اللي قدامه. انا افتكرتك حد من الصغيرين دول. لا في النص بقى اختي واولاد عمومتي وبتاع يعني زولك. بس احنا يعني دي الصورة حلوة الـ 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 بس احنا مترابطين، بس هم طبعا هيضربوني على الصوره دي. خلي بالك ان في بينهم مناسب دلوقتي في يعني في مناصب كبيره، في مناصب محترمه جدا وبتاع، تطلعني كده بس يعني. طبعا ده الصوره دي اتاخدت في اول يوم تصوير لفيلم جمال عبد الناصر. كنا في العباسيه، مدرسه في العباسيه، و اول مشهد كان مع الفنان الكبير هشام سليم، و بس ده كان سنة 97 والفيلم عرض 98. بتعتبره أنجح أعمالك ولا بتعتبره؟ لا بس بعتبره فيلم يشرفني إن أنا اشتغلت فيه، حتى لو كان مستواه الفني تعبان. لا ما كانش تعبان يعني، بقول لك حتى لو كان مستواه الفني متوسط عند بعض الناس يعني زي ما قالوا، أو كان تقول اللي يقولوه، بس في الآخر هو وسام على صدري إن أنا اشتغلت في فيلم عن الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر. تحبه أو ما تحبوش، أحبه أو ما أحبوش، ده موضوع منتهي، لأن في ناس لاجب علينا النهاردة أننا نشكل زي ما بقول. أنا عايز نفسي أعمل جدارية كده، جدارية ونحط فيها كل حاكم على قد ما اسمه. أكيد هنحط جمال عبد الناصر ومحمد علي اللي هم مختلفين تماما. بس إحنا يجب علينا أن إحنا ما نحطهمش في اوضه واحده عشان نتخانقوا مع بعض، بس نحطهم في جداريه واحده عشان هنحترم طرق التنميه المستقله والكفاح والرجوله اللي هي كانت على الاثنين بغض النظر عن اي اعتبارات اخرى. وتحط مبارك قد ايه حجمه؟ مبارك اسمه نصين، نص منهم اسمه البطل
محمد حسني مبارك، وهو الراجل اللي حارب، الراجل اللي كان مسؤول، ها الرجل العسكري ده اسمه البطل محمد حسني مبارك، زي جميع ابطال مصر ممن عاصروا العبور وكذا. وفي المرحله الثانيه المرحله السياسيه، وهي ما اختلفنا معاه عليها، لكن العاطل يتخذ مع الباطل انا شيء لا يوافق عليه. واذا ما بيعيدش التقييم يا خالد في اطار، انا عايزه كان يقدم الى المحاكمه باعتباره سياسي ادى الى بما فيما في رايي انا الى افساد الحياه السياسيه، ولكن هذا لا يجوز معه في رايي الشخصي المتواضع انه يكدر صفحته كعسكري، والا نبقى احنا كده زي ما بقول من لم العطاء على الباطل، وده مش صح ومش عدل. الله يفتح عليك. لا ده من قلبي. الله يفتح عليك. الله يفتح كلمه حق. الله يفتح عليك. اللي بعدها كانت عقب مصر عدد كبير. تمام يا باشا، شكرا. من زملائنا ربنا يتولاهم، يعني الفاتحه طبعا جميعا على روحهم، زملائنا واصدقائنا المسرحيين اللي توفوا في 5 سبتمبر في حادث بني سويف، وده كان حادث مؤلم جدا، انا يعني حتى مش حاضر ان انا يعني افتكره لانه كل احبائي. انت خالد بتحب السينما اكتر ولا المسرح ولا التلفزيون ولا ما بتفرقش معاك؟ لا انا بحب، بص انا بحب الفن بكل يعني، ودي حياتي في الفن، يعني فعلا انا عشت في الفن طول حياتي، مؤلفا مسرحيا، محاولا مع السيناريو، محاولا قصص قصيره، محاولا في الشعر، مخرجا مسرحيا، مخرجا تلفزيونيا، ممثلا على كل الوسائط. انا بحب الفن. مزيكا يعني، فاهم؟ بترتاح اكتر فين؟ عايز اجاوبك بصراحه قوي كلمه حق، يعني في الاواخر اصبحت داخله حسابات في الحكايه. يعني انا النهارده ما ينفعش ما اعملش مسلسل، لان المسلسل ده هو اللي بيقربني للناس قوي، وهو ده اللي انا بعيش عليه كمان، فبيخليني اعرف اعمل اختياراتي وانا مرتاح. غير لما تبقى هي التلفزيون بيكسب اكتر، قد تصل النسبه الى 10 اضعاف من السينما ومن المسرح. السينما لا، مسرح انتهى. مسرح بتعمله عشان بتحبه. بس طبعا ما ياكلش عيش. لا ما ياكلش عيش للاسف. هياكل عيش ليه شاب؟ انا كنت بشتغل مسرح بس يعني صعب. طبعا. انما السينما بتدي لك لما بتبقى نجم، يعني في الحجم بتاعي، مش نجم صارخ يعني، فاهم؟ يعني نجم في الحجم بتاعي. بتكسب كويس من السينما، لكن في الفيديو فتح لي طبعا باب اكبر، وحطني في نجوميه اعلى. يعني في الفيديو انا بنافس في صحيح في الاوائل، في السينما بلعب، وده اللي انا قررت ان انا اعمله طبعا من وقت لما فهمتها، يعني ان انا العب جوكر، يعني ان انا ابقى ما تتصدرش لل، مش بالضروره، ممكن فيلم ابقى انا بطله، وممكن فيلم ابقى انا بطله. طب ما الاصليين انت بطل. لا ما هو انا ومنا وماجد طبعا ومنا وكندا، يعني الاعمال الجماعيه في السينما يمكن هي الانسب ليا اكتر حاليا. زي ما ابتديت بمقدمه فيها رسائل، اختم لنا بمقدمه فيها رسائل. المقدمه دي كنت مجهزها، بس دلوقتي انا مش مجهز حاجه غير ان هو الفنان بقى بيرتجل. اقول ايه؟ بس اقول احنا عايزين نقف جنب بعض الفتره دي، كل المصريين وكل احباء مصر. احنا الضغوط اللي حوالينا مأديه ان احنا ننكمش، ما ينفعش ننكمش اكتر من كده. اي حد عنده مشاريع لتقسيم مصر او بتاع يروح يشرب من البحر، لانه احنا مش هنسمح بده على جثتنا وعلى جثته قبلنا، مش هنسمح بده. جميع مسلمين ومسيحيين، ابناء الصعيد وابناء بحري، ابناء النوبه، ابناء سيناء، ابناء سيوه، كل دول عليهم ان يكون علم مصر هو العلم الاول في اللحظه دي. وسميني بقى، تشوفيني، سميني شعوبي، سميني ما تشاء. هدافع عن مصر وعن وحدتها، وعن اننا نخرج من
المأزق اللي احنا فيه، ما ينفعش ننكبش اكتر من كده، علينا ان نتسع. بشكرك نجم خالد الصاوي الذي لا افضل ان القبه بسياسي الليله ولكنه مثقف كبير، بشكرك جدا جدا ويا رب بالتوفيق دايما والاعمال تكتر وتكون معانا دايما على طول. والوقت عدى جميل، بشكرك جدا. بشكرك خالد الصاوي، شكرا جزيلا ومبروك مره ثانيه الاوائل الثانويه العامه، واشوفكم الاسبوع الجاي. تصبحوا على خير.